وبنرجع هالمرة حتى نقول صباح الخير لعلي ونتابع فقراتنا مع السوشيال ميديا. بونجور. كيفك علي؟ أنا منيح، كيفك؟ كيف أخبار السوشيال ميديا؟ أخبار والعاني والعاني على الآخر. في كثير قصص ممكن عم تطلع مؤخرا. أنا مبلش بأبليكيشن حكينا عنها من فترة اسمها فيرو. فيرو مؤسسة هو أيمن الحريري، وطلعنا حكينا عنها ما كانت بعدها كثير اخذي ضجه، وفجأة ولعت الدنيا. وبصير عادي بكل الابلكيشنز بكل العالم، دائما في عندك مثل بيطلعوا بينزلوا بالبوبيولاريتي تبعيتهم. فيرو من 2015 يعني اطلقت، ونحن حكينا عنها السنه الماضيه يعني بال 2017، وكمان كان عم ينحكى عنها شوي، بس في شيء صار الاسبوع الماضي وكثير صعب انه نحدد شو هو هيدا الشيء. بيكون مجموعة عوامل صارت مع بعض، وفجأة خلال هيدا الأسبوع أكثر من أكثر من 100% أكثر من 100 مقال حول العالم عم يحكي عن فيرو، لأنه بأسبوع واحد بس قدرت فيرو تطلع من المرتبة 566 بالأب ستور للمرتبة الأولى بأسبوع واحد، وقدروا ينزلوا يعني صار عندهم 3 ملايين يوزر. برافو. فهلا في كثير ناس عم ترجع هيدا الشيء لناس عم تقول انه خصوصا انترناشونال يعني حول العالم، عم تتجه العالم لفيرو لانه عم يبلشوا يكرهوا انستغرام. انستغرام عم تحط كثير قوانين جديده وعم تغير، عم يفتشوا العالم. وهلا اذا بتفتشي انستغرام يعني اذا بتفوتي على الاب ستور بتقولي بدي انستغرام، بيقترحوا عليك تنزلي فيرو. برافو. كالترناتيف فيها كثير اشياء يعني بالديتاي تبعها، كثير اشياء هيك براتيك ومنظومه. واكثر شيء بيركزوا عليه هي ما فيها دعايات. يعني الناس عم تبلش تكره الدعايات اللي عم تطلع بانستغرام، يعني صارت صوره ايه صوره دعايه، صوره ايه صوره دعايه، والبرايفسي يعني فيها خصوصيه اكثر من انستغرام، فالناس عم تتوجه عليها اكثر. اليوم هي بالمرتبه الاولى وفي 3 ملايين يوزر، وعم يواجهوا مشاكل. يعني هن ما محضرين حالهم انه يكون عندهم 3 ملايين مستخدم. اليوم اذا بنفوت على الويب سايت بيكونوا حاطين اعتذار انه يا جماعه روقوا علينا ما عم نلحق، اعطونا 24 ساعه. كثير حلو انه ابلكيشن لمؤسس لبناني عم تقدر توصل للعالميه. اكيد اكيد. فهي خبريه حلوه للبنان، دائما اخبار حلوه عن لبنان بتشك بالموضوع. اكيد. لا اكيد في شيء خبريه بالعالم بيكون فيها اشياء حلوه لما بيكون في لبناني وراها. لازم نحن ونحن بنحط حتى لو ما في لبناني. لا نحن موجودين وين ما كان. من بنوصل لموضوعنا الاساسي. اليوم اول ما واحد ينزل غنيه شو بيعمل؟ اول ما ينزل غنيه، اول ما يفكر يصير فنان شو بيعمل؟ عم تسالني شيء ما ممكن. بيفتح فيسبوك بيج. يعني بيكون بعد مش مقرر شو اسم الغنيه او بده يعمل شيء، دغري بيروح بيفتح فيسبوك بيج حتى الغنيه مين ما كل الفنانين يكون حدا قايل له صوتك حلو بيفتح فيسبوك بيج. بدنا نحكي اليوم نحن عن فنانين عالميين لليوم ما عندهم سوشيال ميديا. برافو عليهم 100% سيلبرتيز كلاس اي قرروا انه ما يكون عندهم سوشيال ميديا. ومش بس حنقول من هن، بدي اخبركم ليه ما عندهم سوشيال ميديا، وبركي بنتعلم شغله من هون او من هون. اسالني انا قدامك. انت ما عندك سوشيال ميديا، هاي اول سيلبرتي ما عندك سوشيال ميديا. ليه ما عندك سوشيال ميديا؟ لانه تعب وبديها وقت تعب. في وحده من هالسيلبرتيز بتقول نفس الشيء. هلا بنشوف انت مثل مين طالع. بتضيع وقت. حنبلش ببراد بيت وانجلينا جولي. ليه عم بجمعهم سوا مع انه هن بطلوا سوا؟ لانه طلعوا هيدا التصريح مع بعض من حوالي السنه. براد بيت وانجلينا جولي منهم على السوشيال ميديا، واليوم بس نقول منهم على السوشيال ميديا 3 ابلكيشنز. يعني انا جربت فتش على الكل تاتاكد. عم نقول فيسبوك، عم نقول تويتر، عم نقول انستغرام. ما عندهم صفحات رسمية على هول السوشيال نتورك. شفتي ليه؟ لأنه هني بيعتبروا أنه هني ما بيفهموا بالتكنولوجيا. يعني تخيل هالاعتراف من شخصية هالقد مهمة، وأنه بيقولوا أنه حتى لو فتنا على السوشيال نتورك ما بنعرف شو بدنا نعمل. يعني ما بنفهم شو الخبرية. بدهم يسلموا هالصفحات لحدا كبيرة وعرفت بصير يعني إذا بأسوأ الأحوال. وبيقولوا انه حتى لاولادهم عاملين لهم كنترول على القصص اللي بيقدروا يشوفوها على الانترنت، لانه هن بيامنوا انه اليوم على الانترنت في قصص بطعمي وبلا طعمه. سو
خلينا ننتبه شو عم نشوف. 100% نيكست رح ننتقل لسكارليت جوهانسون. سكارليت جوهانسون بتقول انه انا ما بدي العالم يعرفوا كل شيء عم بعمله، انه ضروري انه اخبر العالم اليوم شو اكلت واليوم اي موفي رح تحضرت، ما بهمني انه العالم يعرفوا تفاصيلي اليومية. فكمان سكارليت جوهانسون منا على اي من النتوركس، بس نكون عم نقول انه هي منا هنيك، حتى ما عندها صفحة رسمية لتشارك العالم باخبار، عندهم فان بيجز. يعني اليوم اذا جربنا نفتش على اي حدا من هو رح نلاقي صفحات بس غير رسمية. اكيد مثل كل السليبرتيز، بس مش انا ما لي علاقه بقول لهم ميرسي دائما، بس ما لي علاقه. نيكست في عندنا برادلي كوبر. اوكي برادلي كوبر عنده سبب انترستينج، سبب مهضوم انه ليه ما بده يكون على السوشيال ميديا. بيقول انه انا ما بدي يكون على السوشيال ميديا لحتى لي ما ضيع العالم، هو شغلته ممثل بالنهايه، فالناس مفروض تقتنع فيه بشخصيته اللي عم يمثل فيها. الناس برأيه ما لازم تهتم بمين هو على الحقيقة. لا يعني هيك. اليوم إذا صرنا نشوف هيدا الشخص بطبيعته يمكن نحن نبطل نصدقه بالأدوار اللي عم يمثلها. هذا تصريح خطير. فهو عم يقول إنه أنا بدي الناس ما تشوف صورة معينة يصير في عندهم صورة معينة لإلي، لا بدي اياهم يعرفوني من خلال ادواري تحت اللي ما يتخربطوا. هيدا تصريح حسيته يعني شوي عميق التفكير فيها. نكست في عندنا اما ستون، شفناها مؤخرا بلالا لاند. بتعتبر انه السوشيال ميديا، يعني اي انسان على السوشيال ميديا هو عم يفتش على الاهتمام او على الاتنشن. يعني اللي على السوشيال ميديا هو حدا همه بالحياة انه الناس تحبه، شوفوني. الناس انه شوفوني، طلعوا انا هون، عملوا لي لايك، عملوا لي فولو. ايه لانه بيزعلوا اذا ما عملت لايك. 100% بتعتبر انه هيدا الشيء سطحي جدا، انه نحن نكون عم نركض وراء الفولورز وراء اللايكس، وهذا الشيء ما بهمه، ما بدها تكون حاطه حالها بهيدا المكان. وبتعتبر انه اي شخص على السوشيال ميديا بنهاية الامر عم يفرجي صورة غير حقيقية عن نفسه، لانه عم ينتقي المشاهد، عم ينتقي الصور، عم ينتقي الاخبار، وما بدها تكون ضمن هيدي اللعبه اذا بدنا نسميها. نيكست بسموه شو؟ الصهر لبنان، جورج كلوني. كمان جورج كلوني منه على السوشيال ميديا، وكمان جورج كلوني طلع تصريح خطير عم يقول انه كل حدا حدد وقته على تويتر هو انسان غبي. بالانجليزي استعمل كلمة موران. قال مين هيدا الغبي اللي بده يفوت على تويتر؟ واعتبر انه هو بحياته ما معقول يفتح تويتر. هلا انا كان بدي احط على عينه، جربت شوف انه اذا من وقتها لهلا فتح تويتر، لانه هذا التصريح طلعه بال 2013. هلا اليوم بعده متحمل، وما بعرف اذا حدا طلع هيك تصريح ما بيسترجي يطلع يفتح تويتر. لا خلص. وكمان حدد انه بخاف، انه بيقول انه نحن شخصيات، يعني عم يحكي عن نفسه عن باقي السليبرتيز، نحن شخصيات مهمه بعين العالم، وبس يكون واحد عنده تويتر او اي نوع من السوشيال ميديا الا ما يغلط غلطه يحط شيء ما لازم يحطه، يكون شيء نهار مش بكامل وعيه يتسرع يحط شيء، بفضل انه هو ما يفوت حاله بهالمواقف ويبعد عن السوشيال ميديا. نيكست في عنا ساندرا بولوك. كمان ساندرا يعني شوي بتقرب لسكارليت جوهانسون من ناحية تفكيرها، بتقول انه الناس على السوشيال ميديا كمان هي منا عم تعبر عن حقيقتها، وما بدها تكون يعني عم تفرجي صورة منا حقيقية عن نفسها. وكمان قالت شغلة وكمان جربت فتش، انه هي بحياتها ما حتاخد سيلفي، هي ضد السيلفيز. فجربت فتش على سيلفيز ما كنت لاقي سيلفي لا. هلا بيناتنا في ابشع منا السيلفي؟ ما منه عادي، في حل انه منيح السيلفي، حسب بيطلع بشع بالسيلفي. اذا بعدتي الكاميرا هي بنعلمكم اياها، بعد وبدك تجيب هي فوتي على اليوتيوب، في حلقه عملناها من شيء هاي بتفتشوا عليها، فتشوا على اليوتيوب كيف ناخذ سيلفي حلوه. اوكي فما بدها تاخذ سيلفي، شكلها يمكن هي بتطلع بشعه بالسيلفيز، ما منع هيك ما فينا. كيت وينسلت. كيت وينسلت اعلنت انه هي مش بس هي منع على السوشيال ميديا، حتى اولادها منعوا على السوشيال ميديا، ممنوع السوشيال ميديا منعا باتا بالبيت، لانه بتاثر على السلف استيم، على النظره للذات. وبتحس انه اليوم كل التين ايجرز على السوشيال ميديا عم يصير عندهم مشاكل نفسيه، كمان حكينا عن هذا الموضوع كثير، ومشاكل بالتغذيه، مشاكل بالاكل، لانه عم يشوفوا اجساد، عم يشوفوا اجسام غير
حقيقية. عم بيشوفوا نوعية حياة، عم بيشوفوا كل شيء الواحد يمكن ما بيقدر يوصل له. نيكست في عندنا جوليا روبرتس. جوليا روبرتس بتقول انه هي بتفضل انه تعيش اللحظة، يعني اليوم على السوشيال ميديا دايما عتلانين هم شو بدنا نحط هلا، شو بدنا نحط بكره، نصور، هي بهمها تنسى كل هيدا وتعيش اللحظة اللي هي عايشة فيها وتتفاعل مع الناس اللي قدامها وتنسى هالتكنولوجيا. هيدي ممثلتي المفضلة. وشبهت السوشيال ميديا للكوتن كاندي أو لغزل البنات، قال هو شيء كتير بيغريك بس لما تاكله بتدبق كلك وبيختفي بلحظة. فكان مهضوم هيدا التشبيه انه ما له معنى، ما بتحس فيه، ما بيفيدك بشيء وبتدبق من وراه، بس بالاول بيغريك كثير. اخر شيء في عندنا جينيفر انستون. جينيفر انستون اكيد كلياتنا بنعرفها من فريندز. بتقول انه السوشيال ميديا بتعمل لها كثير ستريس، بتضل عتلاني هم مين قال شو، شو قال مين، ومين عمل بوست وكومنتس عنا وما بعرف شو، كثير ستريس، كثير بريشر، ضغط عليها شو بدي احط اليوم، بخلي الناس مبسوطه مني. ف قالت بليلنا السوشيال ميديا، وجعت راس السوشيال ميديا. جينيفر انستون. هيدا كان موضوعنا لليوم، وهو السليبرتيز جربوا فوتوا فتشوا عليهم، اذا حدا رجع لقالهم شيء خبرونا بركي. يلا اكيد بدي اغير رايي من هلا لوقتها، بس ما بعتقد يعني تصاريحهم خطيره يعني ما فيهم يغيروا رايهم من وراها. نصيحتنا لليوم اخر شيء، ما خاصه بالسليبرتيز، ما خاصه بكل هالمواضيع، خاصه بالفيسبوك، وخاصه تحديدا بالناس اللي بيعملوا بوست، يلي هن بيدفعوا للفيسبوك لحتى البوستس او المنشورات تبعيتهم تظهر لناس اكثر. اليوم نصيحتي له الاشخاص تحديدا شغلتين، اذا بدكم 2 in 1. اول شيء كثير ناس بتلجا لانه تعمل بوست للبوستس يلي مش عم تشتغل منيح، يعني بنشوف انه بوست ما عم يجي عليها كتير كومنتس او لايكس، بنقوم نعمل لها بوست، وهيدا هي الاستراتيجيه الغلط. نحن لازم نعمل بوست للبوست يلي الناس بتحبهم لحتى اللي يتفاعلوا عليهم اكثر. صح، يعني البوست البشعه او الناس اللي ما حتهتم فيها بنكون عم نحط عليها مصاري على الفاضي، ما بتطلع يعني. وثاني شغله، ما نعمل بوست دغري. في كتير ناس بحطوا بوست دغري دقيقتين بيروحوا بحطوا عليها $10 تيعملوا لها بوست. لا، ننطر حوالي 12 ساعه قبل ما نعمل بوست لحتى اللي شوي تاخذ هيدي، نتاكد انه مزبوط، يمكن اورجانيك يعني ترجع. اول شيء نتاكد انه كل شيء مزبوط، ما نكون غلطنا غلطه فيها، وتبلش تجيب شوي حركه طبيعيه اورجانيك بسموها، انه الناس تعمل كومنت عليها ولايكس بلا دعايه، بعدين بنعمل الدعايه. يعطيك ألف عافية علي، ميرسي، بون ويك إند لإلك، بنشوفك الأسبوع الجاي. مشاهدينا خليكم معنا، بريك وبنرجع منتابع.